بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 59. إذا كما نرى في الأول ديال الصفحة عندنا ليغ إسكزارسي، يعني قراءة وتمرن كالعادة. هاد المرة غنشوفو لا لاتر طي، غنشوفو حرف طي بالكتابات ديالو. كما نرى عندنا طي ماجيسكول، ثم عندنا طي مينيسكول. حرف طي هذا في اللغة الفرنسية تيجي على حالتين، بدا مرة تيجي بحال الطاء في اللغة العربية يعني كالطاء، وأحيانا ينطق كالتاء تماما كما في كلمة طورتي. طورتي مثلا، كلمة طورتي أننا لم نقول طورتي بل قلنا طورتي. الطي الأولى أنها نطقت كالطاء، والطي الثانية أنها نطقت كالتاء. إذن كما نرى طورتي. إذن عندنا في الفقرة الأولى جولي لي سيلاب، جولي لي سيلاب. إذن عندنا كما نرى دا تماما كما في كلمة مدام، عندنا طو كما في كلمة أوتوموبيل أو بيان طومات. إذن كما في كلمة طومات كما نرى أن في الأول عندنا طو، الطي الأولى أن نطقت كالطاء طومات، الطي الثانية نطقت كالتاء نقول آت طومات طومات. إذن الطي الثانية أن نطقت كالتاء. عندنا أيضا دا، دا عندنا الضيئات تنطق دا تماما كما رأينا. ثم عندنا طو تماما كما رأينا. ثم عندنا طيئي، هذه تنطق تي، طيئي تنطق تي تماما كمثل كلمة تي، يعني الضمير التي يعني أنت أو أنتي. تي مونج مثلا أنت تأكل. أو نتكلم كمثال عن كلمة لا توليب، لا توليب يعني نوع من الزهور، لا توليب يعني نوع من الزهور. إذا طائي تنطق تي، أيضا طائي تنطق تي تماما كما في مثال بارتي، بارتي إذا طائي تنطق تي. ثم عندنا ال أ تنطق لو، مثلا نقول لو كخيون. وأيضا كما قلنا طائي تنطق تي، فقط الكتابة تختلف. عندنا أيضا له تماما كما رأينا، فقط الكتابة تختلف. ثم عندنا الداء تنطق دا تماما كما رأينا، فقط أيضا الكتابة تختلف. ثم عندنا طيئة، طيئة بطبيعة الحال تنطق طا كما في مثال كلمة طالون، يعني الموهبة أو الذكاء، إذا نسميها طالون. بطبيعة الحال نتكلم عن طالون بعد المعنى، ولا نتكلم عن الطالون بالكتابة الأخرى اللي تتعني الكعب. إذا طبعا الحال نقول هنا الطالون، إذا طبعا الحال هذه كتابة أخرى. طبعا الحال في الاسمين عندنا الطي مع أ أنها تنطق ط ولا تنطق ت، أو كما في مثال كلمة طنبوه يعني الطبل. إذا نتكلم عن طي أ التي تنطق ط. أيضا طي كما قلنا تنطق تي كما في مثال كلمة تليب، وأيضا طيئة تنطق طق كما رأينا الآن. إذن هذه مجموع هاد المقاطع اللفظية وطريقة نطقها. إذن ننتقل إلى الفقرة الثانية، جونطون أو جونونطون طي، أنا أسمع أو أنا لا أسمع صوت طي. إذن بطبيعة الحال نتكلم عن الأسماء ديال هاد الصور، واش تتضمن صوت الطي او لا. نو برونو لا بروميير ايماج. اذا غنشوفوا الصوره الاولى، كيسكو سي، كيسكو سي، سيتان كارطابل. واش كلمه كارطابل تتضمن صوت الطي؟ هل كلمه كارطابل تتضمن صوت الطي؟ هل نسمع صوت الطي او لا؟ اسكو نونطون او اونونطون با لو صون طي؟ بيان سور quand on prononce le mot cartable on entend le son t. اذا عندما ننطق كلمه كارطابل اننا نسمع صوت ط. Nous passons à la deuxième image. نمر الى الصوره الثانيه. Qu'est-ce que c'est c'est une chatte. اذا هي قطه. اذا كلمه شات هل تتضمن او لا تتضمن الصوت ط؟ Est-ce que le mot chat comprend ou ne comprend pas le son T? Et donc, est-ce que le mot chat t'adamène ou la t'adamène
الصوت تي. بيان سور لو مو شات كومبرون لو سون تي. إذن كلمة شات تتضمن الصوت تي. نو باسون à la troisième image. نمر إلى الصورة الثالثة. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une pomme. C'est une pomme. Alors, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son T? هل نسمع أو لا نسمع الصوت T? Bien sûr, on n'entend pas le son T. أننا لا نسمع الصوت T. لأن كلمة pomme لا تتضمن الصوت T. Nous prenons la quatrième image, نأخذ الصورة الرابعة. Que représente-t-elle? ماذا تمثل? Que représente la quatrième image? ماذا تمثل الصورة الرابعة? La quatrième image représente un livre. يعني أن الصورة الرابعة تمثل كتابا. Alors, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son T? هل نسمع أو لا نسمع الصوت T? Bien sûr, quand on prononce le mot livre, on n'entend pas le son T. عندما ننطق كلمة livre, أننا لا نسمع الصوت T. لأن كلمة livre لا تتضمن الحرف T. Nous prenons la cinquième image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un panier. C'est un panier. يعني هي سلة. طبعا الحال بشكل ما. كما نرى في الصورة عندنا باني أبان. كما لو نقول سلة خبز. طبعا الحال هناك سلة أعلى منها. نقول مثلا كورباي بولانجير. كورباي بولانجير. أيضا نتكلم عن كورباي أبان. يعني سلة خبز. أو بيان كورباي أبان روند. يعني سلة خبز دائرية. إذا نتكلم عن باني. Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son T? Bien sûr, on n'entend pas le son T. يعني أننا لا نسمع الصوت T. Nous prenons la dernière image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le toit. C'est le toit. يعني هو السقف. Alors, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son T? Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son T? هل نسمع أو لا نسمع الصوت تي. Bien sûr, on entend le son تي. Avec le mot toi, on entend le son تي. يعني أننا نسمع الصوت تي. Nous passons au troisième paragraphe. نمر إلى الفقرة الثالثة. Je trouve l'étiquette qui correspond à l'image. Je trouve l'étiquette qui correspond à l'image. أنا أجد, c'est le verbe trouver كما رأينا. L'étiquette يعني الملصقة. أنا أجد الملصقة. Qui correspond à l'étiquette à l'image, à l'étiquette à Sora. Je trouve l'étiquette qui correspond à l'image. Nous prenons la première image, نأخذ الصورة الأولى. Et donc, nous prenons la première image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le cartable. C'est le cartable. Et donc, il y a al-mihfada. Alors, où est l'étiquette qui va avec cette image? Aina hiya al-mulsaqa allati tasir ma'a hadhihi as-sura. إذن سلاتيكت سي سلاتيكت سي إذن هي الملصقة سي. Nous passons à la deuxième image. نمر إلى الصورة الثانية. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la chatte. C'est la chatte. C'est la chatte. إذن هي القطة. Alors, où est l'étiquette qui convient à cette image? Où est l'étiquette qui convient à cette image? أين هي الملصقة التي تناسب هذه الصورة؟ سلاتيكت بي. سلاتيكت بي. Nous passons à la troisième image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le toit. C'est le toit. Alors, où est l'étiquette qui convient à cette image? إذن le toit المقصود به هو السقف. إذن أين هي الملصقة التي تناسب هذه الصورة؟ إذن سلاتيكات الدي. سلاتيكات الدي. إذن هي الملصقة الدي. Nous prenons la dernière image, la quatrième image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? إذن نأخذ الصورة الأخيرة أو الصورة الرابعة. ما هذه؟ إذن سي لا تورتي. سي لا تورتي. إذن هي السلحفات.
Alors, où est l'étiquette qui convient à cette image? Où est l'étiquette qui correspond à cette image? إذن أين هي الملصقة التي تناسب هذه الصورة؟ سلتيكت أ سلتيكت أ نو باسون أو كاتخيام باراغراف نو باسون أو كاتخيام باراغراف نمر إلى الفقرة الرابعة جو لي لي فراس سويفونت أنا أقرأ الجمل التالية بوي جون كونستخوي دوطخ ثم أبني منها أخريات بوي جون كونستخوي دوطخ ثم أبني منها أخريات المقصود أبني منها جملا أخرى sur le même modèle sur le même modèle على نفس المثل حنا غنشوفوا هاد الجمل اللي عندنا الجمل التالية وغنقراوها وغنجيبو بحالها يعني غنقلدوها في جمل أخرى إذن nous prenons la première phrase voilà le lapin doudou voilà le lapin doudou ها هو الأرنب دودو il veut manger la salade Il veut, هو يريد طبعا الحال هذا لو فيرب فولوار. Il veut, c'est le verbe vouloir. إذن, il veut manger la salade. هو يريد أكل السلطة. ثم عندنا الجملة الثانية. Voilà le jardin. ها هي الحديقة. Voilà le jardin. ها هي الحديقة. Il est plein de salade. Il est plein, il est plein de salade. يعني هي مليئة بالسلطة. يعني أنها مزروعة بالكثير من السلطة هذا هو المقصود إذا بطبيعة الحال عندنا لو جاردان هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية لذلك قلنا إلي بلان دو سالاد لو كانت عندنا كلمة جاردان مؤنثة سنقول إلي بلان سنقول إلي بلان دو سالاد هاد كلمة بلان سنضيف لها أ لكن اللي عندنا هنا بطبيعة الحال عندنا كلمة جاردان كلمة مذكرة إذا سنقول فوالا لو جاردان إلي بلان دو سالاد يعني أنها مليئة بالسلطة كما لو نقول بأنه هو مليء بالسلطة إذن طبعا الحال علينا أن نأتي بجمل مثل هذه الجمل إذن سنقول مثلا voilà l'homme qu'on recherche هو الرجل الذي نبحث عنه أو نقول مثلا voilà ton frère qui s'amuse au lieu de m'aider هو أخاك الذي يلعب بدل مساعدتي Voilà ton frère qui s'amuse au lieu de m'aider. Ha huwa akhak yal'ab badala musa'adati. Aw naqul voilà ton cahier, ha huwa daftaruka. Tu l'as oublié sur la table. Anta aw anti nasaytahu aw nasaytihi sur la table tahta at-tawila. Voilà ton cahier. Tu l'as oublié sur la table. Idha maktaba al-qadr hayyakum Allah wa ila liqa'in qadim bi idnillah.